في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمرسى، مفادها وجود مجموعة من الشباب بشاطئ رميلة رقم 3 بلدية المرسى بصدد التحذير لرحلة سرية عبر البحر. على الفور تم توجيه أفراد الدورية إلى عين المكان، وعند وصولهم تم ضبط 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 26 سنة إلى 31 سنة، ينحدرون من إحدى الولايات المجاورة. كانوا على متن قارب بلاستيكي الصنع مزود بمحرك نوع ياماها بقوة 85 حصان. تم العثور بالمكان على دلو بلاستيكي سعة 20 لتر مملوء بالبنزين مع بعض الأغراض المخصصة للمبيت، أفرشة، أغطية وعدة حقائب ظهر بها ملابس، مما أكد فرضية مغادرتهم التراب الوطني عبر منافذ بحرية بطريقة غير شرعية. بعد تكثيف التحريات تبين أن المعنيين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني باتجاه أوروبا مقابل مبلغ مالي عن كل شخص. مواصلة للتحقيق والإجراءات القانونية تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي في تنظيم رحلات الإبحار السري عبر البحر وتفتيش منزله، أين تم العثور على مبلغ مقدر بحوالي 97 مليون سنتيم من عائدات العمل الإجرامي. كما أسفرت العملية عن حجز القارب السالف الذكر مع محركه. تم إعداد ملف قضائي في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق بتهمة جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.